الشيخة فريحة رئيسة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية، رئيسة جمعية نفع عام، لها دور اجتماعي ودور توعوي قامت به بتصريح واضح نشر في كل وسائل الإعلام، وهذا واجب وطني هي قامت به، ويفترض نهوض جميع جمعيات النفع العام بأنها قالت بأن نحن نحذر، ومن وقت سابق نحن نحذر شباب الكويت بأن وجود شباب مندسين بينهم يحاولون العبث بأمنها، ودعت الشباب العمل من أجل الكويت والمحافظة على استقرارها. هذا التصريح كان واضح، ولا يمكن من أي مواطن كويتي أن يقبل هذه الأفعال. وين الجريمة في هذا الكلام؟ يعني حتى النقد المباح والبناء أصبح بهذه الحالة الآن من يوم الخميس إلى اليوم تجريح وإساءة إلى يعني مكانة الشيخة فريحة وإلى يعني أم الكويتيين وأم الكويت. زين علي، معلش علي، في شريط صوتي اليوم يقولون عندنا أنه نزل، يخبروني أنا ما سمعته، شنو سالفته هذا؟ يعني هذا الشريط هم الآن الكل قاعد يتكلم بأن هذا الشريط هو يؤكد الواقع ويؤكد، بالعكس هذا الشريط احنا انا كشخص اقول لك محامي زي عن الشيخة، هذا اللي احنا اصلا كنا قاعد ندور الشريط وينه، وجزاهم الله خير انهم جو نزلوه. واضح كلامها في الشريط قاعد يقول لها ان هل هذا العمل شو اسمه، هل تعتقدين ان هذيل اللي يقومون هذيل الكويتيين؟ قالت الكويتيين ما يسوون كذي، لازم الداخلية تحقق، هذيل ناس من برا مستحيل الكويتي يقبل يسوي هالعمل هذا. خلي تأكدون الشباب في بينهم ناس مندسين، الشباب الكويتي ما يسوي، ما جرحت ولا ذكرت قبيلة ولا ذكرت طائفة ولا ذكرت أي شيء، كانت هذيل خلي تأكدون من وين جايين، أخاف إن مندسين بين الشباب. واضح إحنا لا نأخذ كلمة زين، لا تقربوا الصلاة وما نكمل يعني، فهي كان واضح كلامه في هذا الشيء. يا علي هذول حكام، عيال حكام من 300 سنة ما عمرهم يغلطون بهذه الطريقة. هذه نعم هذه طال عمرك بنت الشيخ أحمد الجابر، نعم المغفور له، واخت صاحب السمو، ومواقفها مو أصلا شهادتي أصلا فيها والله العظيم مجروحة. والله الشعب الكويتي من يوم الخميس إلى اليوم اتصالات وكلنا زين يصيحون ماما فريحة واتصالات ونهدي فيهم، لأن هذا أقل ما يمكن أنها هي شنو تنصح الشباب، ولكن بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، ويحاولون يعني خلينا نقول محركين هذا الحراك ب يعني خلينا نقول يعني تشويه الحقائق والإساءة إلى الشيخة وبعض المقردين. الآن إحنا قمنا بإعداد شكاوي، سوف نتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إلى مقام الشيخة، وكل من قرت سواء كان نائب سابق أو أي شخصية كانت كلها تم رصد هذه التغريدات وهذه الكتابات، وراح نتقدم قدم مع الصحيفة التي قامت بنشر فقط ولم تلتزم بأمانة الصحافة بنقل كل الحقائق، خلت كلمة وتركت البقية أيضا إلى النائب العام إن شاء الله قدم، وكل من حاول أن يعني خلينا نقول هم خلقوا هذا التصريح يوهمون أنفسهم ويتوقعون بأن هذه وسيلة ضغط، نقولها بعيدة على شواربكم، بعيدة الكويت وأم الكويت وماما فريحة وأي شخص من الأسرة، تحاولون أنكم والله تستخدمون وسيلة ضغط لإسقاط القضايا اللي عليكم، عرفت شلون؟ نقولها هذه بعيدة عليكم. وأمس في خبر طلع أو يعني قبل كم يوم بأن هناك يعني عفو من مجلس الوزراء على المتهمين، هذا مو صحيح، هذا ما في شيء. هذا الخبر ان لم يطبق القانون، هذا العفو موجود قبل سابق وانتهى، هذا ما اصلا عفو القديم، الوزراء لا يملك قانونا العفو. احنا اليوم نطالب بتطبيق القانون في المسيرة اللي طافت، واللي اهم بعد كانت هم هذا اللي رقم يمكن كانت 4 أو 5، تم دهس مقدم من رجال الامن وشفناه الان. هذا التصريح ما له ذات الاهمية، واذا كان هناك عفو راح يكون عفو مشروط، واحنا لنا سبق واحنا استفدنا من عفو معين مثل اي صحيفه او اي، انا اعتقد انه لا احنا المهم الان انت شنو بتقول حق الناس، يعني شو اللي تبيه؟ انا بس اقول حق كل اهل الكويت
بأن الشيخ فريح الأحمد الجابر الصباح تدفع الآن ضريبة موقف وطني. هذا الموقف الوطني مو غريب عليهم حكامنا والأسرة الكريمة من زمن وهم يتحملون التجريح ويتحملون هذه العبارات والظلم والإساءات من البعض إلى الكويت والأهل الكويت. شفت أنت التغريدتين اللي حطيتهم مساعة أنا؟ والله شيء محزن. ما أدري وزير الداخلية في هذا النوم السبات، يعني الآن الشعب الكويتي كله ينتفض، والله راح نضطر إلى الخروج إلى الشارع، راح نضطر إلى مسيرات سلمية إذا تم عدم تطبيق القانون. لا، لأن احنا قلنا لما تم الاقتحام في يوم الأربعاء الأسود، وأنا شخصيا يوم سوينا تجديد يعني هيبة البلد والقانون، قلنا الشعب يريد تطبيق القانون. هذا اللي قاعد يصير والله فوضى، يعني عمر الكويت ما شافت هذا علي المظاهر. علي علي، انت بصفتك محامي شنو عقوبة قطع الطريق؟ اولا هذه مسيرات تشكل جناية ام دولة. حلو. لا، قطع الطريق جناية ام دولة يا لا. شباب يلي تسمعوني في كل مكان، والله العظيم ما حد راح يفيدكم، والله لين قطيتوا بالحبس. الان في سنة 2012 هذا التو عدت، تدري كم في جدول الجناية، كم جناية ام دولة؟ قريب 300 جناية ام دولة، وكل واحدة فيها مجموعة. احنا كنا في السابق اذا في السنة تسجلت جناية ام دولة واحدة ولا ثنتين الكل يسولف عنهم، الان من كثرهم الكل اصلا قام يضيع، حتى الصحافة مو ملحقة تراقب. يلا هذه ولا هذه ولا هذه. مشكور اخوي علي، شكرا، الله يعطيك العافية. تحياتنا لك وللشيخ، ايضا للشيخة فريحة، الله يعطيها العافية اللي الحقيقة.